مساكم الله بالخير ومساكم الله بالنور ومساء السعادة أكيد لكل سالكين هذه المشاوير المسائية. دروب الأمان دروب الخير للجميع، وأيضا لكل من يتابعنا عبر مرئيات الشبيب. نتمنى إن شاء الله أنك راح تستانس ويانا في هذه المحطة اللي بالنسبة لي خفيفة من بدايتها قبل لا نبدي أساسا. وياكم مباشرة مستمعين مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم غريب المخلص، نمسيك بالنور والخير والسعادة. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله يا شيخ العلوم، نورت السلطنة. الله يطول بعماركم ويرحم والديكم، نور نوركم. الحقيقة أنا تشرفت أني أكون يعني معكم في هذه القناة الجميلة، وبداية أحب أشكر أهالي عمان كلهم على الحفاوة والاستقبال الطيب. أخواننا وأهالينا بيض الله وجيههم جميعا، أحرجونا الطيب ومعلومهم الطيبة بين ناسك، الناس كلهم يتعلمون منهم والله العلوم الطيبة بين ناسك وهلك طال عمرك. خلينا في البداية نتكلم عن مجالك اللي هو عبارة عن مجال الإنشاد، اللي هذا المجال اللي بالنسبة لي اللي أنا لاحظت دخل قلوب الجميع. نتكلم عن البدايات كيف جاءت. والله البدايات هي جاءت يعني تجربة كان أخوي الله يطول بعمره، أخوي الكبير أبو محمد، أيوة نصبح عليه بالخير ولا مسع عليه بالخير. يعني هو كان يحفزني على المجال هذا أيوة. من قبل 8 سنوات فكانت تجربة، والحمد لله صارت يعني نقدر نقول إنه هو اللي اكتشف الموهبة اللي معك. هو اللي اكتشف الموهبة، نعم. فمن هناك كانت البداية والحمد لله وصلنا اللي وصلنا له اليوم. جميل جميل. أنا أتوقع أنه أيضا جانب مهم أن الواحد يكون على مواقع التواصل الاجتماعي، يكون قريب من الناس، يسأل الناس مثلا، يعطيهم كل جديدة هو يقدمه، على أساس فعلا هذه الأعمال مش تكون فقط أعمال يعني لا هو كذا، ما يلي هذه الأعمال تكون أعمال الناس أكيد. أو المشاهد أو المتابع بحد ذاته يعني. صحيح صحيح. جميل. نتكلم أيضا عن المشاركات اللي أنت مريت فيها، يعني خلينا نتكلم عن أبرز مشاركة تحسها قريبة على قلبك. أقرب مشاركة يعني تقصدين أنت مهرجانات ولا بشكل عام يعني، ولا في الأعمال كله كله اللي تحسه قريب على قلبك؟ ويش بس لو نقرب شوية من المايك. والله اللي قريب على قلبي يعني هو أني لما أكون يعني قابل الجمهور. حلو جميل. المشاركات هذه أنا أحبها كثير واستهويها أيوة. بزيادة. جميل. غير يعني الموهبة اللي أنا فيها يعني التسجيلات والأعمال وهذه، فأحب أكون قريب من الجمهور يعني. جميل. حنقول أنك أنت توفقت في البداية أنك جيت في هذه الأجواء. الحمد لله. وعلى طول في الأشخرة والأشخرة وأجواء الأشخرة. ما شاء الله تبارك الله. والله كانت أيام جميلة يعني من العمر والله. الحقيقة ما كان فيها يعني ترتيب من البداية يعني. أيوة. لكن الحمد لله رتبنا مع الأخوان اللي استقبلونا الله يطول بعمارهم. آمين. وكانت من الفرص الطيبة اللي والله ما تنسي والله. صراحة أجواء وأهالي وناس ويعني ما شاء الله تبارك الله. وش نقول وش نخلي عليكم أنتم يا أهل عمان، يعطيك العافية. زودن على أجواءكم زينة زودن عليها الأخلاق طيبة، الله يطول بعمرك. يطول بعمرك إن شاء الله. تعرف نحن يمكن منطقة الأشخرة أو الشرقية بحد ذاتها الأجواء اللي تكون موجودة في صلالة في ظفار تنعكس على طول صوب الأشخرة، فعشان كذي تحس الأجواء اللي هناك ماشا. شوية باردة ماشا. على الجو على الريح وغيره. طيب نتكلم أيضا يعني المحبة اللي أنت يعني ما شاء الله اكتسبتها من الناس، يمكن إحنا لاحظنا من خلال الصور من خلال الفيديوهات في آخر حفل كان هني موجود معنا في الأشخرة بالتحديد، ما شاء الله يمكن أهالي الشرقية وأهالي المحافظات الثانية أول ما سمع اسم غريب على طول خلق رحنا. الله يحييهم الله يحييهم. أول شيء القبول من الله سبحانه وتعالى، وأنا أحمد الله وأشكره على محبة الناس. والحقيقة يعني عمان وأهل عمان يعني غريب قريب منهم كأنه ولدهم، ما يحتاج أنا ولدهم وأخيهم، وأنا ترى ما أعتبر نفسي ولد السعودية وبس، أنا ابن الخليج كامل. أيوة. والحمد لله الحمد لله على محبتهم، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد بكل تأكيد. نتكلم طيب يعني يمكن للداول أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي غريب أن الحفل ما تم استكماله وغيره وكذا، نتكلم عن هذه الحادثة اللي صارت هناك بما أنك أنت يعني موجود وأنت الأساس بالموضوع بالكامل. والله بقول لك هو الحمد لله كل شيء عدى على خير، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. لكن يعني صار فيه يعني تزاحم يعني من وتدافع قدام في المهرجان. كان فيه ضغط. أيوة. كسروا الحواجز اللي قدام. وصار فيه يعني تقريبا بسبب يعني الجمهور الغفير اللي وصلوا ليلة البارحة. فصار فيه تدافع قدام، فصاروا الناس يعني صار فيه 4 حالات اختناق. أيوة. طمنونا عنهم أمس الحمد لله، هم طلعوا بالسلامة اللهم لك الحمد، الله يعطيهم الصحة والعافية. آمين يا رب. ف
يعني اضطرينا نحن نوقف، ما قصروا الشباب والتنظيم بيض الله وجيههم. ايوه اضطرينا نحن نوقف نحن نكمل الشيلات بسبب لا تصير حالات يعني اكثر من كذا او شيء. فكل اللي يهمنا يهمنا الناس اللي احنا ما جينا الا علشان الناس، علشان ننبسط معهم نستانس وياهم، ما نبي احد يتعب ولا. فاضطرينا نحن نوقف الشيلات، وانا انسحبت والله من من المسرح على اساس البشريه يعني ارواح وناس. بالضبط. فالحمد لله رب العالمين عدت على خير، قمنا باللي سوينا، نزلت 3 شيلات او غنيت 3 شيلات على المسرح. فان شاء الله نقول انها كافيه، لكن نعوضهم ان شاء الله الايام الجايه باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. يمكن فعلا مثل ما ذكرت قبل شوي ان قرار الانسحاب كان هو عباره عن قرار جدا صعب في ذاك الوقت، يعني تعرف انت للمشهد والتزاحم وغيره كذا، يخلي الواحد فعلا ذيك الساعه يفكر يعني هل اكمل ولا اني ما اكمل، وش اسوي الحين، بتوقف في النص ذاك الوقت. اكيد اكيد. ولكن الحمد لله انه فعلا عدى على خير. انا شايف الناس والله اشوف الناس يطلعون كل شوي شايلين واحد، فاضطريت والله اني اوقف انسحب والله. أيوة. كلها بسبة التدافع والله. الحمد لله عدت على خير. الحمد لله الحمد لله. واهم شيء انه يعني استمتعتوا في نهايه الامر. اكيد اكيد. ايوه بالاجواء اللي موجوده وغيره وكذا. طيب ما شاء الله يعني غريب، خلينا نتكلم عن اعمالك الفنيه اللي انت قدمتها على الجانب الفني بحد ذاته. يعني ما شاء الله معظم الاغاني اللي موجوده معاك تحدت رقم المليون في مواقع التواصل الاجتماعي وايضا في منصه اليوتيوب، اتوقع يمكن اغلب اغنيه اسمها خيبة. إيش كان خيبة من ساعة أحاول أحفظها الأغنية خيبة. نتكلم عن هذه الأغنية. والله هذه الأغنية الحمد لله رب العالمين هي يعني تعتبر لي بصمة في مجال الشيلات. أيوة. هي اللي خلت يعني الناس كثير يعني بتعاون طبعا من إخواني الباقيين اللي معي المنشدين. أيوة. فهي يعني خلت بصمة، خلت الناس تعرف مجال الشيلات اللهم بالك الحمد. فالحمد لله تجاوزت تقريبا مشاهدات الحين واصلة 200 مليون مشاهدة على قناتي باليوتيوب. أيوة. فيه كذا أعمال يعني كثير يعني قريبة من الرقم هذا لي بالقناة، بس هي اللي يعني على قولتهم. إيش ليش تحسها يعني هالأغنية فعلا كانت مميزة ودشت قلب الناس على طول؟ انتشارها خيبة. انتشارها أول شيء انتشارها واسع، وثانيا فأغلب الناس يعني يميلون للأعمال الشيلات الحزينة. أيوة. الألحان الحزينة يطلبونها مني كثير. أيوة. فأنا قاعد أشتهد على الأشياء هذه لأجل الناس اللي تحب الريتم هذا. أيوة. المزاج الحزين. فالحمد لله توفقت فيها. أيوة. لك الحمد أنا متوفق في مجال الشيلات الحزينة أكثر من غير. أيوة مثل عذبت حالي هذه بروحها من العنوان ترى. أيوة. عذبت حالي. صحيح صحيح. فيها أعمال يعني غيرها، رسائل. أيوة. الشاق لا تحدثر لي عن الغيبة، يا الهجر ما نبغاك، البعد موتي. يعني البعد موتي يعني فعلا ننصح الناس يسمعون. نعم. طيب تعرف الجميل في الموضوع يمكن يعني مع الرتم السريع اللي صار اليوم في مجال الفني غريب، ممكن الأغاني والأعمال الفنية اللي طلعت بطاقم أو يعني بلمسة فنية أجنبية خلينا نسميها بجانب آخر، ولكن ما زال الشلات وما زالت هذه الأغاني العربية وهذه الأغاني اللي يعني لها جوهر خاصة معانا هني في الوطن العربي ما زالت موجودة، ما زالها محبينها. يمكن احنا يتهيأنا أنه خلاص ما حد بيسمع وغيره وكذا، ولكن يمكن اللي جالس أشوفه الحين من زاوية ثانية من زاوية أخرى أنه لا، في محبين حق هالنوع من الأغاني. الحمد لله رب العالمين. هو الشيلات كل مالها التطور وكل مالها نفس الفكرة. أيوة. كل ما يشاركك أحد في فكرتك تطور الفكرة وتصير إلى يعني شيء كبير. أيوة. فالحمد لله هذا الشيء اللي أنا ملاحظه في عالم الشيلات. يعني نذكر نرتب نضيف والحمد لله رب العالمين توفقنا والله الحمد لله. إن شاء الله نقول المجال هذا ما ينتهي أبدا إن شاء الله، لأن في ناس لها كثير يعني ما يحبون المجال هذا، لكن إن شاء الله نقول إن نوعد جمهور الشيلات نحن راح نبدع في المجال هذا وراح نطربهم ونتحفهم. انت تحس من بعد هذا كله في ناس ما تحبه؟ والله يا طولة العمر ها على حسب على حسب، في ناس ما يحبون يعيدون وفي ناس ما يعيدون. بالضبط. يعني بالنهاية ضغط احنا تصلف. مستمرين لان الله ييسرها. نعم. لكن على الاقل يعني في ناس محبه، فهمت علي؟ على الراس والعين. ما هي الناس اللي تحبك هي اللي تحب اي شيء منك، هي اللي تحب اعمالك. انت قاعد تجتهد للناس اللي يحبونك ويحبون يسمعون منك ذا الفن. بالضبط. في ناس يحفزونك على كثر مالك يا اخي، ناس ما يحفزونك اكيد،
أيوة. الناس يحفزونك لك، فأنت طبعًا. قاعد تشتغل لأجل الناس اللي تحبهم. أو طبعا يعني في كفتين، كفة يعني محبة وكفة غير أكيد. محبة أكيد. أنت ما تقدر أنك أنت توازن ما بين الشيئين، ولكن على الأقل أنت جالس تعطي الشيء اللي أنت تحبه، الشيء اللي أنت تقدر أنك تعطي فيه المجال الفني. نعم صحيح. جميل. طيب خلينا أيضا نطرح عليك سؤال، يعني هل في أعمال قادمة راح تكون موجودة؟ بإذن الله المجال مفتوح، وحنا إن شاء الله قاعدين نحضر أعمال، وفي أعمال إن شاء الله جاية بكذا لون، يعني ألوان طربية وحزينة حزينة ولا طربية وحزينة، كلها حنا نجمعها كلها. لأن أشوف في ناس تحب الطرب الحزين مثل ما قلت، أنا من النوع الثاني ترى. أكيد أبشري بالخير. أنا شفت هذاك الطرب اللي مرة أبشري بالخير. الأعمال الطربية جاية وكل شيء جاي إن شاء الله. بإذن الله تعالى. طيب خلينا نتكلم أيضا عن بما نحن سولفنا عن المجال الفني، هل في زيارات أخرى قادمة إن شاء الله راح تكون للسلطنة من غريب، بما أن هذه الزيارة خلاص على نهاياتها؟ بإذن الله، أنا ما لي غناه منكم ولا لي غناه من الديرة هذه الطيبة. الله يسلمك يا رب. نحبها ونحب أهلها، حتى لو ما جينا على شغل نجي لنا أخوان، لنا أحباب، لنا أقراب هنا، فما بننقطع من المكان هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى. بين ناسك وهلك مثل ما ذكرنا في البداية، والدار دارك والخليج واحد في نهاية الأمر. يعطيك العافية. طيب في نهاية اللقاء إيش الكلمة اللي ودك توجهها للجمهور، الجمهور العماني والجمهور الخليجي والجمهور العربي؟ أنا ما أسميهم الجمهور، أسميهم الجمهور العالمي. أيوة حلو. بيض الله وجيهم، دائما متفاعلين معنا، دائما يحفزوننا، فأحب أشكرهم وأوجه لهم يعني حتى كلمة شكر قليلة في حقهم، وحب كبير لهم صراحة. بيض الله وجيهكم. واللي موجودين في الكواليس ترى، ها اللي موجودين بالكواليس على الرأس والعين، أخواني الحبايب أبو سعيد وأبو نواف وهادي وعبد الله، بيض الله وجيهكم كلهم. يعطيهم العافية، فعلا موجودين معنا قلبا وقالبا في لقاء هذا اليوم مع غريب، اللي فعلا يعني لامس قلوب الجميع، وهذه اللي نحن أساسا لامسنا كإعلام وجهات إعلامية، هالضخم يعني التضخم من الناس ومن الجماهير اللي شلات غريب والأعمال غريب وغيره وكذا، فسعيدين وجودك اليوم معنا هنا في الاستوديو. هي دقائق معدودة ولكن بالنسبة لنا يعني شيء ثمين في البرنامج. الله يرحم والديك. والله أنا اللي سعيد الحقيقة وتشرفت اليوم بالمقابلة معكم، والله يعطيكم العافية، وما نقول وداعا ولكن نقول إلى اللقاء. إلى لقاء آخر. إلى لقاء آخر بإذن الله. بإذن الله تعالى. نسمع.